قبل شروق شمس 21 من ديسمبر بساعات، توافد الزائرون على محافظة الفيوم لمتابعة ظاهرة لم تحدث سوى في مثل هذا اليوم من كل عام، تعامد الشمس على قدس الأقداس لمعبد الإله دينيسيوس احتفالا بقدوم فصل الشتاء. الشمس بتشرق الساعة 7:15، بتتعامد على المقصورة الوسطى اللي بيبقى فيها تمثال الإله سبك، ثم تنحرف إلى المقصورة الشمالية من المعبد. أما المقصورة الجانبية دي بيبقى فيها مومياء الإله سبك. احنا بنعتبر ان ده يوم لابد كلنا نكون موجودين ونشارك في هذا الحدث اللي ما بيحصلش غير مرة كل سنة، ويمكن في أبو سنبل بس. فتعتبر محافظة الفيوم من المحافظات اللي ربنا ادها يعني كتير جدا من الخيرات. أقيم معبد دينيسيوس إله الخمر والحب عند اليونانيين في القرن الثالث قبل الميلاد، وكان في عهد الملك سوبك التمساح معبود إقليم الفيوم، وكان المسيحيون يختبئون بحجرات المعبد هربا من بطش الروم. احنا عندنا مقومات سياحية كثيرة، عندنا أثار فرعونية، عندنا أثار يونانية، عندنا سياحة دينية، عندنا سياحة قبطية، عندنا وادي حيتان، عندنا وادي الريان، عندنا يعني بتتكلم في أثار كثيرة جدا. تمتلك محافظة الفيوم 33 موقعا أثريا ما بين آثار فرعونية ورومانية ويونانية، ويعد معبد دينيسيوس من أهم المزارات الأثرية والسياحية في محافظة الفيوم. في 21 من ديسمبر كل عام تتعامد الشمس على قدس الأقداس لمعبد الإله دينيسيوس بمحافظة الفيوم إله الحب والخمر عند اليونانيين، ظاهرة فلكية أبهرت العالم ببراعة المصريين القدماء في العلوم الفلكية والهندسية، وجذبت الأنظار لمقومات محافظة الفيوم السياحية والأثرية. محمد عاطف، الغد، الفيوم.